ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. والله والله انا عندي بنت من فتره في حضره العقليه كانت لابسه حجاب. كانت كام؟ سامعاني حضرتك؟ لا، بنتك مالها؟ انا عندي بنت بنتي كانت لابسه حجاب لحد رابعه كليه او ثالثه كليه. تمام. اتفاجئت، راحت غيرت الموضوع وغيرت الطرحه وبتاع، فاحنا بينا نكلمها وبتاع، لان الخطه كلهم بفضل الله ملتزمين، بعد روم متوفى هم ملتزمين وناس، يعني هم ناس في حالنا والحمد لله بفضل الله. هي راحت خلع الحجاب، فانا بنتي ليه؟ قالت ان الحجاب مش فرض. بعد ما قالت الحجاب مش فرض، قعدت خدتها ورثنا وظهر ورثنا هنا ورثنا هنا، وصعدت فرضيه الحجاب، قالت لها الحجاب مش فرض وبتاع، وانا هعيش لوحدي ومستقله، وانا ايه، انا زي الراجل، انت خايف عليا ليه؟ وانا هشتغل بعيد واركب مع اصحابي وبتاع، فانا مش عارفه ارجعها ازاي. طيب اكيد اكيد في تدرج للكلام ده، هي مش من يوم وليله بقت كده، يعني ابتدت امتى وابتديتي امتى تحس ان هي ابتدت تتغير؟ هي لما راحت الكليه بدات ثالثه كليه او ثانيه كليه بدات تبطل، بدات تظهر الصرحه، بدات تقول لي احضر سمات، يا بنتي سمات ايه؟ سمات بحضر، باخد منها لغات، بحفظ منها بتاع، يا بنت الله يجي يحصل مشاكل بيننا في البيت، احنا وهي واخوها، اخوها وحداني وابوها متوفي من 20 سنه. فهي بقى ابتدت طعمها اتغير وتنزل للاسوأ. وبعديها بنتي لقيت استثناء اتخانق ترد على فاهم مش كويس وبتاع، دارت المشاكل بيننا في وقت من الاوقات، راحت واخده شنطتها وراحت تمشي طفلت بره وقالت انا الحجاب مش فرض وبتاع. فانا رحت لها وتواصلت معاها، كل ما اسال حد زي حضرتك وايه لازم تتواصلي معاها ما تسيبهاش. فرحت لها بقى وبقينا نتواصل مع بعض، وهي بص رحت لها فين؟ مش فاهمه، رحت لها يا سابت البيت؟ رحت لها سابت البيت. ايوه، وراحت فين؟ قاعده بره وعايزه ترجع، بس ايه قالولي زي ما شغلي بعيد عليا وبخرج منه متاخر، والبيت متاخر، انتوا بتزعقولي واخويا بيضربني، فانا هقعد بره. تقعد بره في ايه؟ استقعد بره في شقه بره جابت سكن يعني؟ ساكنه مع اصحابها في عماره، مكان حلو وكويس، يعني ربنا لقينا الناس كويسين، بس انا مش مطمنه عليك وانا تعبان، انا تعبانه من يعني عايزه اعمل اي حاجه ترجع، اعمل اي حاجه ترجع. وهي جاتني وكلمتني ورحت لها عند اختها وقابلتني وكل حاجه، بس هي ساقطه فرديه الحجاب، وده اللي قلقني. انا عايزه اعرف عايزه اوصل معاها لاي حد. طب اسمعيني يا ماما، يعني عايزه اعرف اعملها ازاي، يعني اسال الشيخ عصام بيقول لي لازم تبقى يا بنتي، انت امها ويا بنتي، ولازم تقوموا على صله من بعضكم. فانا عايزه احقق، يعني عايزه حضرتك تريحيني. انت كنت امراه عامله ولا ست بيت يا ام محمد؟ لا انا كنت عامله، وكان ابوه متوفي كنت بشتغل عليه، وبعدين ربنا يبارك في عمره اخوه لما خلص كليته قعدني، كنت بشتغل كنت فاتحه وببيع وبشتري، والحمد لله دلوقتي قاعد في البيت. بس هم طول انا مربيه اخواتها ثلاثه قبلها وجوزتهم كلهم منتقبين والحمد لله، واخوها راجل ملتزم صلاته في المسجد وراجل محترم، ويعني احنا يعني الحمد لله وفضل الله ابوه متوفى وربنا اكرمني من 20 سنه. انا كنت صغيره والحمد لله وربنا عيني وقواني عليهم، وهي بقى مروه كويسه جدا وكانت بتبعد الناس. طيب حاضر، اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني، ادعو الله سبحانه وتعالى يبرد قلبك بالخير، اللهم امين. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا ام محمد يفتح لك يعني يا رب فتوح الخير والبركه والرضا. بصي يا بنتي، زي ما انا بقول الفتره اللي احنا فيها، العصر اللي احنا فيه عصر صعب جدا. احنا دلوقتي بنناقش البنات، بس يعني الاندر ايدج بقى 13 16 18 واللي طلعوا بقى في جامعه لهم موال تاني. دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ودي القضايا اللي بينشروها، وللاسف للاسف للاسف يعني مش هتعرفي تقفلي على بناتك ولا هتعرفي تعملي، لا ده الدنيا داخله لهم، الجروبات، الميديا، كل ابس بيفتحوه عليه شكل وقضيه، وكل شويه تتفجر قضيه مختلفه. والمؤامرة الحقيقية فعلا على المرأة، دعاوي الحرية،
دعاوي انا حره، انا دعاوي المساواه. والله كلام حلو، يعني كلمه الحريه ذات نفسها تحفه جدا. المساواه طبعا، ليه وليه ما تساواش بالاخرين؟ الحريه، المساواه، انا زي زيك واشتغل وكذا واعمل واطلع واروح، وماله وماله، ايه اللي ايه الداير اللي يحصل ده؟ وانا متمسكه بديني. موضوع فرضيه الحجاب ده يعني القضيه دي حمضت قوي، والناس اللي بيتكلموا فيها العلمانيين ولا اللادينيين ولا اللي بيحاربوا الدين والاسلام حمضت قوي منكم، وبقت يعني ايه يعني فلتت. يعني فرضيه الحجاب ما حصلش فيه اختلاف عشان يحصل فيه اجتهاد، يعني ما حصلش فيه هو فرض ولا لا عشان يحصل فيه اجتهاد، فهو فرض. دليل سوره النور، سورة أنزلناها وفرضناها، يبقى كل اللي جاي في الصورة فرض، منها غض البصر، منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سورة النور بكل اللي فيها، عشان كده أنا بقول دايما ما يعديش رابعة ابتدائي دي، الطلاق، سورة النساء الصغرى والطلاق وسورة النور. كبيرة على مش كبيرة؟ والله مش كبيرة، لازم بس يفهموا الأحكام اللي فيها، لأن كلها أحكام معاملات، وبعد كده الزي الشرعي. بعود على الأمور العقيدة وأمور الفهم والغيبيات والحجاب والصلاة من الصغر. طيب ما هي كانت محجبة لحد كده، في لازم قبل قرار خلع الحجاب في فترة دروب، قالت لي من تانية جامعة. من تانية جامعة وساكتة ليه؟ تانية جامعة كان لازم يحصل حوار ونقاش، واكلم الدكتور الفلاني واكلم الشيخ الفلاني واكلم المستشارة الفلانية واتكلم تقعد معاه. الناس اللي بتتكلم في حجية السنة، الناس بتتكلم في ما فيش إله، الناس اللي بتتكلم في العلمانية، كل الكلام ده بيتناقش دلوقتي وما سيبش. أنا أعرف أم في بلد ما، ولكن دي بلد بره البلاد العربية يعني، وعندهم في البلد الغربية ديت يعني قوانين صارمة، بتقولي لو بنتي بس اشتكت هياخدوها مني، خلاص هتتاخد مني لأنها أقل من 18، وهي مستنية تتم 18 وتمشي. وافكار تانية بقى مش بس كده، سابت الدنيا وسابت الحاجه وجات كذا وبتاع، وسفرتهم مكان تاني خالص وبلد تاني خالص، كلهم رايحين يتفسحوا، قعدتهم وكذا وكذا، وسحبت الباسبورتات لانهم لو راحوا السفاره يشتكوا هيتاخدوا، وسحبت الباسبورتات وابتدت تعمل حبه بحبه 6 شهور. بس كان زي بصوا بقى يعني ايه، بنجيب كل فكره مستخبيه في الدماغ وبنناقش. هعمل ايه عشان اعيد العلاقه بعد ما خرجت، وانا شغلي وبشتغل واصرف على نفسي واخد مكان ابعد بيه عن اهلي والكلام ده، كل الكلام ده يجي بالراحه. احنا عايزين نجيبها تاني، بيتك مفتوح، اوعوا تقفلوا بيتكم، اوعوا، وبيتك مفتوح، والله شكلك بالحجاج افضل 1,000,000,000 مره. وبعدين ده فرض، ده ربنا اللي مش امك اللي بتقول ده فرض يا حبيبتي، ده فرض من ربنا، واللي بيترك شيء لله بيعوضه ربنا خير منه. هو بالسهل انك تنزلي في حر وبتاع، بس انا عايزه اقول لكم دي حقيقه. اسالي اي محجبه، والله لما كانت مجلببه ومزدله ومنتقبه واساليها كده تقول لك حر ايه؟ ده جوه، انتوا عندكم بره رطوبه، انتوا عندكم بره، تعالوا شوفوا البشره وتعالوا شوفوا نضارتها وتعالوا شوفوا الدنيا ازاي، دي حقيقه. ليه؟ لان ربك بيعمل، بس طبعا بهدله بأي يعني امر طبيعي، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هو انتوا تفتكروا ان كل مرة بنحط الدبوس وبنعمل كده وبننزل وبنعمل ونسطر نفسنا وده كده؟ لا، ده الباس ده اللي بره، اللي هو الريشة، ده الخارجي. ولباس التقوى ذلك خير، ودي نيتنا في كل مرة، دي نيتك وانت نازلة كل مرة، يا رب الباس خارجي الباس اهو، ويا رب الباس التقوى للقلب يا رب. وبعمل فرض جديد كل مرة بتنزلي تحطي الدبوس وتنزلي، فرض، انا بعمل فرض لله سبحانه وتعالى امرني بيه. بالراحه لحد ما تيجي، ولما تيجي خليها تكلمني وافتح لها زوم كده ونقعده تطلع لي كل الكتاكيت الصغيره اللي في الدماغ، خليها تكلمني. مفيش جدال في الحجاب، والناس دي يعني بتفحفر شويه، ناس بتسمع كلام، لكن بعد كده والله ابدا الدنيا ما بتبقاش بالشكل ده. وبالدعاء بالدعاء بالدعاء بالدعاء، خلي بيتك مفتوح، ودايما قولي لها انا دايما موجود علشانك وتعالي وكذا، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك.